مشاهدينا من 10 سنين، يعني 2 كانون الثاني. أنا بطلع عليكم عبر الام تي في بالحل عنا. إن شاء الله بهال10 سنوات يلي مضت نكون قدرنا وصلنا صوتكم، وصلنا قضاياكم، لقينا حلول كثيرة، وبعد ممكن نلاقي حلول أكثر، لأنه دايماً الإرادة موجودة، النية موجودة، وما في شيء أبداً مستحيل. بيكفي أنه الثقة موجودة أولاً بين الإدارة ومعي، وأنا بشكرهم، وبالتالي بينكم أنتم كمشاهدين دايماً حريصين يكون هذا البرنامج يوصل صوتكم، ونحن إن شاء الله بهالسنة بنوصل صوتكم 20 على 20، وإن شاء الله بتكون الحلول كمان 20 على 20. أنا بدي أحييكم وبدي أتمنى لكم سنة مباركة مليئة بالتفاؤل، لأنه ولا مرة نحن تشأمنا، دايماً منتفائل. اللبناني مزبوط مثل طائر الفينيق، دايماً واقف، دايماً ينتفض أمام كل التحديات، وأبداً 2020 ما رح نتركها تهزمنا، ولا حدا بيقدر يهزم اللبناني، لأنه بحب وطنه، ولأنه عنده إرادة قوية. فالحل عنا مستمر معكم، وانطلقت الحلقة مع المعلومة. بمعلومتنا لليوم، المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة والمياه ببيان اليوم أكد أنه السعر العادي لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الأول هو 3990 ليرة لبنانية عن كل كيلوات ساعة. طبعاً للمشتركين بالعدادات قدرة 5 أمبير، يعني منجمع 15000 ليرة مع المقطوعية الشهرية 399 ليرة عن كل كيلوات ساعة. قدرة 10 أمبير منجمع 23000 ليرة مع المقطوعية الشهرية 399 ليرة عن كل كيلوات ساعة، وقدرة 15 أمبير 30000 ليرة لبنانية زائد المقطوعة الشهرية 399 ليرة عن كل كيلوات ساعة، تضاف إلى 5000 ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. طبعاً هالتعرفة مبنية على سعر وسطي لصفيحة المازوت 20 لتر لشهر كانون الأول البالغ 17468 ليرة لبنانية، وذلك بعد احتساب كافة المصاريف والفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة لهامش ربح لأصحابها. هالتسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي من قبل وزارة الطاقة، وأضاف البيان الصادر من تاريخ 14/10/2010 وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011. اما بالنسبه للتدابير اللازمه لضبط تسعيرة المولدات الخاصه، واستنادا الى آلية التطبيق المشتركه بين الوزاره، يعني وزارات الطاقه الداخليه والاقتصاد، المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، واللي حددت مسؤولية وزارة الطاقة في تعميم التسعيرة استناداً إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر. ختم البيان، تضاف نسبة 10% على التسعيرة المعتمدة بحال وجود مواد المولد بمنطقة جبلية أو بالبلدات الصغيرة يلي عدد المشتركين قليل فيها وشبكات التوزيع طويلة. كما بتعلن وزارة الطاقة والمياه إن أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتب عن تسعيرة كانون الأول 2019 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. اتصالاتكم على 04-444-4444 وباخد أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو؟ أهلا مدام. بونجور. كل سنة وأنت سالمة. ميرسي وأنت سالمة. تفضلي. ميرسي إليك. أنا عم بحكيكي من منطقة علي. نعم. أنا مقدمة طلب على شركة الكهرباء من 2010. نعم. ودافعة كل الرسوم، وحتى أنا عندي بيتي دافعة فرق طول. نعم. يعني في أعمدة لازم كانوا يركبوا، وبعدني عم براجع شركة الكهرباء، وللأسف من 2010 لهيدا التاريخ أنا بعد ما في حدا جاوب معي، ومش بس هيك، يعني صار عندي كثير أدوات كهرباء بالبيت محروقين من وراء هيدا الموضوع. المنظم اللي حطيته للبيت. عندك رقم الطلب؟ وين قدمتي بعلي؟ ايه نعم بعلي. عندك رقم الطلب؟ ايه عندي رقم الطلب. عندك ايه هلا قدامك؟ مش بايدي، بس بعته واتساب اذا في مشكلة. بعتي لي واتساب لنحن اكيد نشوف ليش التأخير. وهون بدي اقول يعني
لوكازيون ماشي كان على عدادات الكهرباء كرمال الناس تشرع حالها لاخر 2019، كان بعده ماشي لوكازيون بتعرفي كتير واطي حتى الناس تشترك وتكون شرعيه، يعني عندها كهرباء شرعيه. وقديش المواطن اللبناني بده يكون عنده كهرباء 24/24 من كهرباء لبنان وتكون وضعه شرعي، ولكن قديه بالمقابل المؤسسه ما على قدر يلي بيتمنوه المواطنين. يعني قالوا لهم للناس تعوا طلبوا العدادات، عملوا اشتراك جديد للي بعد ما عندهم اشتراكات راحوا ودفعوا، ولهلا من 2010 ما عم بيركبوا. كيف يعني؟ مين مسؤول عن هالشيء؟ هيدا برسم المعنيين. باخد اتصال تاني. الو بونجور. بونجور مدام ربيكا، تونيا معكي عم بحكيكي بخصوص حرام. في ست كبيرة بالعمر خمسينية بتشتغل معاش 600,000 معترة، ما إلها حدا بالدنيا، يعني أنا لا بقربها ولا بنسبها، بس حدا حكي لها قصتها وتواصلت معها، وما يا ريت فينا نساعدها. ماشي بيتها كانوا عاطينا أوضة الأوتوستراد لعيبة ينزل كل المي عليها، حدا حرام قدم لها بيت فاضي تقعد فيه تلطي حالها. بس أمانة يعني أكيد بعد في ناس أولاد أصلوا الله بيرزقهم وهيك يساعدوها بفرش بيت، يعني مش هالفرش الفايف ستار، بس حرام بس تقدر تنام بليز مدام ربيكا. هي هلا بتمنى حدا يساعدها. بعطيكي رقم تليفونها إذا بتحبوا تتواصلوا معها. اعطيني رقم تليفونها. بس هي هلا بحاجة لشو؟ لفرش بيت؟ فرش بيت، ما عندها بيت، يعني بيتها هي قاعدة مستأجرة كانت بأوضة، ماشي حرام 200,000، يعني شو بتتخيليها أوضة 200,000؟ بس حدا حرام عم بيساعدها يخدمها، قالت لي صار في عندي بيت بس بيت فاضي ما عندي فرش. طيب. يا مدام اتركي لنا حدا اتركي لنا رقمها للمدام، إذا عندك إيه خلينا نقوله على الشاشة إذا حدا بحب يتواصل معها ويساعدها. ايه. لا ايه. بالعكس اعطينا إياه. النيميرو 03 نعم 967 نعم 96 اوكي. عملي اسمها زلفة كثير معترة وضعة بالمرة وبتشتغل هي تجافة مدمناج معترة. اوكي انا بشكرك، واكيد يعني اللبناني ولا مرة تأخر حتى يساعد اللبناني اخر، يعني وشفناها بالمرحلة الاخيرة يعني قديش هالتعاضد كان كتير كبير، واكيد يعني في كتير بعد ايادي بيضاء هيدا طبعا بلبنان نشكر دايما. يعني نحن عم نحط الرقم على الشاشة، وانا بتمنى الجديين واللي حابين بالفعل يمدوا يد المساعدة لهالست هيدا بيكون كتير ممنونتهم. شكرا لك مدام. كمان باخد اتصال. الو اتصال اخر. الو انا بحكي. ايه تفضلي. وي مدام ربيكا. نعم بونجور. بونجور وبوناني باريمون ميرسي. الله يعطيك عليك الصحه والعافيه. ولك كمان مدام ربيكا بدي اقول لك بخصوص موتور كهرباء، انا عندي اشتراك 10 امبير. نعم وعم ندفع 150,000 بالشهر كل شهر. يعني هلا يعني كيف بدي اعرف انه مزبوط عم يوصلني ال 10 امبير؟ انت حاطه عداد؟ ما بكون مدوره شيء بتنقطع الكهرباء. انت حاطه يعني عداد؟ في حدا يمكن ياخذ من عندي مدام حاطه عداد؟ في عداد للموتور؟ ما فيهم العداد، وين بدي اشوف العداد؟ لا يعني لما صاحب الموتور حط لك عداد للموتور او لا؟ بعتقد حاطين بس انه انا فيني شوف وشوف قديش عم يسجل. اكيد اكيد العداد بيبقى محطوط حد ساعة الكهرباء. حد ساعتي انا ساعة الكهرباء. الساعة الأصلية تبعت الكهرباء بنحط يعني. حدا ايه هيك مفروض. طيب إذا أنت ما بتعرفي فيها شو في حد ياخذ من عندك هيك ما بقدر أعرف. أنا ما بعرف لأنه إيه. ما في إلا عندي بالبيت أنا عم تنقطي، عرفتي بالبنية ما في إلا أنا تنقطي، برجع بتلفن لهم ليرجعوا يعطوني إياها مزبوط. بلكي عم تصرفي أكثر من 10 أمبير. ما كنت عم أصرف شيء لما عم تنقطي، مين تلفزيون ما كنت عم دور. طيب بدك تشوفي اول شيء بدك تشوفي مع صاحب الموتور إيه؟ لما بيجي بياخذ اغشار قولي له يكشف لك على الساعه وقولي له هذا الموضوع انه ال10 امبير عم ضوي، بتقولي له شو عم بتضوي وهيك تشوف شو الفرق. بس هلا اذا حدا اخذ من عندك ما بقدر اعرف، يعني بلكي هو بيقدر يعرف. يعني اذا جبت حدا كهربجي او شيء ممكن لازم يكون يعرف. فيني اعرف لازم. اوكي مدام ربيكا ميرسي كثير. اهلا فيك. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو الو اهلا تفضلي. اي بونجور. بونجور. الو بونجور. بونجور. بليز بدي اعزك، عم بحكيكي منطقه المنصوريه. ايه اهلين.
نحن عنا مشكلة إنه ما تبعوا لحماية المستهلك أبداً ما عم يجوا ولا بيبرموا على المحلات وقد بدي أقول السرقة بالمحلات بدلك شغلي هلأ نعم. لما بيعملوا هن دوريات من عندهم ما بنعرف أي متى كيف بيجوا بس إذا أنت شاعرة إنه في أماكن سوبر ماركت ولا محل أنا ما تقولي لي لقلي تلفني لهم يعني تطلبين على الخط الرباعي 1 7 17 39 17 39 وبلغي أوكي وشغلة تانية إنه بعد عنا كثير محلات سورية فاتحين ومتحكمين بالأسعار وعاسس إنه هذا الموضوع بدك تحكي مع حماية المستهلك هن بيشوفوا شو الوضع أوكي 17 39 أهلا وسهلا فيك كمان اتصال ألو ألو تفضلي بونجور مدام ريبيكا بونجور مدام ريبيكا نعم أنا من منطقة بسوس عم بحكيك إيه أهلين أختي اشتراك 5 أمبير نعم عم بياخد منا كل شهر 80,000 عندك عداد 80,000 كل شهر في عداد كهرباء نعم في عداد 5 أمبير إيه بس في عداد في عداد آه ما بعرف لا كيف ما بتعرفي لما لا ما قلتكم بده يركب لكم عدادات؟ سوري ما مش عارفه اذا في عداد لازم تعرفي لا مش معقول ما يركب لك عداد بدون ما تعرفي مش لالي هو لاختي طيب اسالي اذا في عداد لانه اذا في عداد ببين العداد قديش صارفه ايه بس انه انا عم بدي احكي شغله انه 80 يعني هي خبرتني انه 80,000 على 5 امبير يعني شو بدك تصرفي على 5 امبير؟ انقطعت كثير الكهرباء؟ نعم نقطعت الكهرباء كثير؟ لا لا مثل هون مثل بيروت زيت الشيء انه مثل بيروت بتقلي مثل بيروت مثل عندي ليكي نعم هلا انا اعطيت التعرفه تبع كانون تبع كانون الثاني سمعتك ايه تبع كانون الاول ديسمبر يعني كانون الثاني بعد ما خلص يعني اخر شهر من 2019 اوكي هلا بدهم يستوفوه قلت قديش يعني 300 اذا 5 امبير يعني بدها تجمع 15,000 مع مقطوعيه شهريه 399 ليره اوكي قديش مقطوعيتها بتبين على العداد تنضرب 399 ليره هذا لازم هذا هيك لازم تحتسبه باخذ اتصال ثاني الو الو فاصل ومنتابع منتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخد اتصال جديد الو الو اهلا مدام تفضلي مساء الخير اهلا اذا بتريدي انا من طريق جديد ارض جلول اسمي مريم زهر اهلا انا مقعده لي 45 سنه من الحرب نعم عندي المجرور حسيت قبلك المجرور عندي بيطوب برا بيفوت لعندي تحت البلاط عم نجيب المعالجه 3 مرات ليعزلنا المجرور بده ريجارات جديده ايه بس يعني مين بده يعمل ريجارات بلديه ولا بنيه ثاني ولا بنيتكم بلدية ايه انا رحت على البلدية واجا عملوا الحي كلياته بس انا عندي ببني ما عملوا ليه اخذوا البضاعة وراحوا ما رجعوا نايديك السنة ورجعت تلفنت لهم قال لي مهندس بنيجي واجوا شافوا ايه وبيروحوا ما بدي رجعوا طيب ترجع بتعطي انا ساكنة لحالي مشغولة بالقذيفة اوكي باي بناية حضرتك انا بارض جلون حد عيسى الفوال شو اسم البناية بناية موسى الخطيب موسى الخطيب اوكي هلا اتركي لنا رقمك مع دوريس اعملي معروف تاع نعطي خبر لبلديه بيروت للاشغال اوكي يعني ما تسكري دغري رح تاخذ رقمك دوريس ميرسي باخذ اتصال اخر الو 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 يعطيك العافيه اهلين انا معلم مدرسه كنت سنه 93 واشتغلت في خضعه من السنيوره خدمت 41 سنه ايه وتركت اخذ تعويض صارف حتى تعويض الصارف خلص السلام عليكم ايه صلي علي طلبت من الدولة ترجعني الى الوظيفة اخذ معي الشهري نعم وين كنت تشتغل انا هلا قاعد يعني 86 سنة
86 سنة العمر كله يعني ما رح يرجعوا ياخذوا. أنا ما عم سولف بالدولة ما بدي منها طاويل ولا بدي اشتريها علي نص مليار ليرة. طيب أنت هلا اللي رايحين عليك وين يعني راحوا عليك وين يعني موجودين بالمالية منعطوك شو القصة؟ الله يسامح الدولة بس يعطوني معاش شهري وبس. أوكي إذا عم يعطوك معاش شهري ما بيعطوني شيء ماني عم باخذ شيء أبدا. بأي حضرتك بأي قطاع كنت بأي وزارة بأي مؤسسة؟ بوزارة التربية قلت لك معلم مدرسة كنت أشتغل من 8 لل 24. أوكي كانت تعاقد أو بالملاك؟ ملاك بالملاك أي يعني متوسط ثانوي؟ لا متوسط ابتدائي. طيب حكيت النعابة لنشوف كيف ممكن تحصل لك؟ حكيت النعابة تشوف إذا ممكن تحصل لك شيء. حكيت الدولة كلها وقريب الطلبات يرجوني يعطيني معاش شهري وأنا ما بدي شيء منهم بتاتا موري علي مسيات ما بي الله يسامح الدولة. طيب أنا ما بقدر هيك فيدك يعني طول بعمرك 86 سنة وإذا حقك المفروض تاخده بس ما بعرف بأي طريقة يعني أنا بشوف النعابة هي الطريقة الأسلم والأصلح والأسرع إذا بدك حتى تقدر تحصل لك حقك إذا أنت مغبون فعلاً. أوكي؟ ترك لي رقمك منشوف معك مع النقابة شو ممكن تعملك تتوضح لك الموضوع لي ما قبضتهم أو شيء من هالنوع. بلكي حدا من النقابة بيتبع لك قضيتك. كمان بياخد اتصال. ألو. تفضل. بونجور. ينعاد عليك وعليك بالصحة تفضل. بدي أسألك بس بخصوص نمر السيارات. ايه من فترة طلع على التلفزيون تبع الميكانيك وقال انه لازم يدفعوا الارقام المميزة. صحيح. ايه بس نحن الرقم المميز كنا دافعين بأدار سنة الماضية وهي الميزانية طلعت امتى؟ طلعت بشهر 8 او 9. اسمع لأقلك شغلة بموازنة 2019. نعم مش قبلها. ايه بس بلشوا يستوفوها. نعم. الرقم المميز هذا غير الميكانيك. ايه؟ الرقم المميز بلشوا ب 18 تشرين الثاني يعني مع الثورة. انت دافع قبل ولا بعد؟ لا قبل ما في قبل ما بياخذوا دار ال 19. نو مش معقول يكونوا اخذين رقم مميز لانه بلشوا يستوفون من تشرين الثاني. لا تسلمي لي لحظه. نحن انت عم تحكي عن الرقم المميز. الرقم المميز انا مش عم بحكي عن لحظة ايه الميكانيك بتدفعوا بأدار بس ما اخذوا الرقم المميز. لا ما هيدي اللي عم بسألك اياه بدي اشوف الرقم المميز ما اخذوه بس هن بياخذوه لهم حق ياخذوه عن كل السنة ولا عن من وقت اللي نحن انا صراحة معك حق اللي عم تقول يعني انا لما وصل لي حكيت نفس السؤال قلت لما واحد بسجل عربية. نعم. بآخر شهر بياخذوا منه شهر ما بياخذوا منه كل السنة. مظبوط. يلي دافع كل السنة ميكانيك وكل شيء بيرجعوا بيجيبوه على النافعة. نعم. حتى يدفع الرقم المميز اخر شهر كيف هيدي يعني اللي عم بقوله معك حق ما حدا سمع لنا ما بعرف ليه مع انه هيدي يعني على القليل ياخذوا الشهر يعني من تشرين الثاني 18 لا اخر السنه. ايه. ما بعرف ليه ما طلع القرار هلا اللي صار انه يلي ما لحق يدفع لاخر السنه مددوها. نعم. وبدون غرامه لانه يلي ما كان دفعها قبل السنه. نعم. قبل 31/12 كان عليه غرامة 10% عن كل شهر تأخير. مزبوط. إذا عرفتوا أنه وزيرة الداخلية وقفت الغرامة ما في غرامة هلأ بس لازم يندفع. بس يندفع المبلغ كله يعني كله. إيه بده يندفع بالليبون بوست أو بالنافعة بالدكوينة فقط أو يعني ليبون بوست السرقة بعد السرقة هيدي نزلت بموازنة لازم نشوف موازنة 2020. أيه. هونيك لازم يكون في تعديل لها. مزبوط انه 2020 ندفع هلا نحن بهلا هو هيدا الاصول هذا الاصول ان شاء الله. طيب. يكون في تعديل لها بال 2020 هيدا مطلب لازم يكون. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو بونجور. بونجور يعطيك العافية تريبيكا. ايه اهلين نعد عليك وعليك بالصحة. نحكيكي بالنسبة لأنه قصة الضمان. إيه؟ كنا نحن بضمان فرعجوني كان نعم. عادت أنه تشيك لنقبضه على 6 شهور. نعم. صار 8 هلا آخر فترة قدمنا صار 11 شهر يعني كان تقريبا سنة تقريبا يعني كل فاتورة بتتأخر سنة يعني من آخر الدواء والاستشفاء والمرض. إيه؟ كل شيء من آخره سنة. يا ريت يعني بصير لنا أول شيء يا ريت ما منعوز دواء ولا استشفاء
تنأخرهم مش بس سنة، كل العمر ما نعوزهم. ايه ولا ست ربك قديش بتصبر الصيدلي؟ تصبر شهر شهرين بتبين، بس انه الوضع كثير واحد لا مش وضع سليم يعني، وانه ست اشهر دينا بس، بس انه تصيروا سنة الا شهر. وانت ضمان عادي ما هيك؟ مش اختياري. ايه عادي ضمان عادي. خليني خلي من الساعة 4 الصبح بالدور يعني بهالساعة. ايه بعرف بعرف واقفين بمبنى وشوفينا بكي تمام في العجول، بس يا اخي رداني بست اشهر بس سنة كتير. أكيد 100%. خليني أشوف مع إدارة الضمان، لأنه واحد عم بيأخر فاتورة 11 شهر، يعني إذا كل فاتورة 11 شهر يعني كارثة، كارثة على كل الناس. بأخذ اتصال آخر. ألو تفضلي. يعطيك العافية. أهلين وأنت كمان حبيبة قلبي. أنا عم تابع البرنامج تبعولك ويا ريت تقدروا تساعدوني. شو عندك؟ أنا عندي ابني عنده ولدين طفلين، هني حليب وحفاضات، عنده إيجار بيت وكان يشتغل عفوان وأخذوا منه البل لأنه هلا في الشغل. وين ساكنة مدام؟ وعنده إيجار بيت مكسورة إيجار بيته صراحة. قديه مكسورة إيجار بيت؟ عشهرين هو مكسورة إيجار البيت. قديه قيمته؟ عنده ابنه على حليب وحفاضات والتاني على حليب وحفاضات. أول شيء عم بسألك وين قاعدة؟ تاني شيء قديش المكسورة عليكم إيجار؟ هو إيجار بيته 350 ألف يا ما دولار. ألف يعني عندك على شهرين 700,000 ليرة. وعندكم أولاد صغار؟ عنده ولدين، هو عنده ولدين حليب وحفاضات. وين ساكن؟ حي السلم. بحي السلم؟ إيه على البركات. أوكي ما شاف حدا بالمنطقة؟ ما في حدا بيقدم مساعدات أو شيء؟ صراحة سعينا كثير بس ما قدرنا نوصل لشيء، وما صراحة شفت البرنامج وأنا ما عم بقدر أعمل له شيء صراحة. لكن يعني أنا كثير بكون مننتكم، إذا بس لو ساعدتوه شوي بس لحتى إنه يقدر هيك يجيب حليب وحفاضات لأولاده، حرام أنا والله ما عم بقدر ساعده. مدام ليكي، في كثير هلا متطوعين وناس يعني كتير عم بيساعدوا، كتير عم بيساعدوا مواد غذائية، ما بعرف إذا عم بيساعدوا بالإيجارات كمان بكل لبنان. يعني هيدا صورة التعاضد والتضامن يلي صارت آخر شهرين، يلي هي نتيجة الواقع المالي والاقتصادي صعب، صار عنا كتير ناس عم بتساعد. هلأ بدي أشوف مين الأقرب شي للشويفات حتى يتواصلوا معكم إذا بيقدروا يساعدوكم كمان. اتركي لنا رقم تليفونك او تليفون ابنك ومنشوف. عفوا. باخذ اتصال. الو الو تفضل. بونجور كيفك مدام؟ الحمد لله تفضل. بس بدي اعذبك مدام، في عندي مشكله كتير كبيره. نحن صرنا سنه بلا مي بقلب البيت. عم وين وين وين؟ نحن نحن ساكنين ببرج البراجنه بالضاحيه. ما عندكم مي ابدا؟ نحن صرنا سنه ندفع للشركة، نحن مشتركين مياه انه مياه الشركة، عرفتي كيف؟ عنا سكر يعني عين التلبة. صار لنا سنة ندفع عين التلبة ومنروح لعندهم بيقولوا لنا انه بدنا في عندكم مشكلة هونيك وبينطرونا. وين ببرج البراجنة؟ نحن بشارع الظريف. عندك رقم مي، رقم عيار؟ هلا رقم العيار ما بعرف، بس العقار بقول لك العنوان بالضبط يعني. العقار، عقار البناية، عقار البناية. عندك رقم العقار تبع البناية؟ اسمها بناية الدور، يعني هي بشارع الظريف بالضبط. نحن هلا هي الشركة بتعرف نحن عنواننا مزبوط، ودائما بيقولوا لأهلي أهلي كبار بالعمر، يعني سوري يعني عرفتي كيف؟ هذا شيء كتير مش مقبول، يعني إنسانية ما في بالمرة. مدام أنا مثل ما عم قلك أهلي بيروحوا لعندهم، نعم، بيقولوا لهم يلا جايين نصلح لكم إياها مثلا التنين، راحوا مثلا الخميس بيقولوا لهم التنين، بنطروا اهلي بالطريق. هاي شركه المي اللي على المشارفيه. خليني شوف، اترك لي بنطروا اهلي بالطريق وما بيجوا يعني. اوكي يعني انا اللي بهمني هلا اعطيني، اترك لي رقم تليفون كمان تشوف مع المي شو قضيتها. اوكي اهلا وسهلا فيك. صوره اليوم نشوفها سوا. يعني الحقيقة خبر مفجع للجسم الإعلامي مع بداية هالسنة، ما بقدر ما عزي أنا طبعاً، وكنت بتمنى ما تكون هذا الخبر عن زميلتنا نجوى قاسم بالعربية، نجوى من الإعلاميات الرائعين
يلي أنا كنت بعرفها كمان لما كانت بالفيوتشر ولما انتقلت إلى العربية. اليوم فاجأتنا بموتها، ما عرفنا شو هي الأسباب، ولكن منعزيها، منعزي كل الجسم الإعلامي، وإن شاء الله يعني بتكون روحها بالسماء. مع هالخبر الحزين بعطيكم موعد بكرة، إن شاء الله أخبارنا بكرة بتكون مفرحة أكثر. ودائما عبر الـ MTV الحل عنا. إلى اللقاء.